كاف 24 تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. ذكرى 68 لعيد استقلال المجيد، أشرف السيد عامل إقليم تونس على إطلاق مجموعة من المشاريع والعمليات ذات طابع اجتماعي ومشاريع تهم دعم البنية التحتية والتجهيزات الأساسية بالإقليم. وفي هذا الإطار فقد قام بتوشيح صدور موظفين منعم عليهم بأوسمة ملكية شريفة بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد لسنة 2023، كما أشرف على تسليم مفاتيح 7 سيارات إسعاف التي تم اقتناؤها من طرف المجلس الإقليمي لفائدة جامعة الإقليم. وبذات المناسبة أيضا أشرف السيد عامل إقليم تونات على وضع الحجر الأساس لبناء التعاضدية العامة لموظفي الإدارة العمومية. وبجامعة خلالفة أشرف السيد عامل الإقليم بذات المناسبة على إعطاء انطلاقة أشغال بناء مسلك الطرقي الرابط بين الطريق الجهوية رقم 509 ودوار تجدة بجامعة خلالفة. وكما تم كذلك تقديم وعرض مشروعي بناء مسلكين طرقيين لكل من جامعتي الزريزر والتبسة.